هذا طال عمرك واحد هالايام ايام طيبه وصاروا موظفات وصاروا موظفين الحمد لله الحمد لله. ومن اول ما بدات طال عمرك تزوج لوحيده من شافها وشاغف حيله تزوجها قام تزوجها رعاية فلوس موظفة لكن قليل الراتب ساكنتين في نفس العمارة حق تبو زوجها نعم أبوه أي مسكنة في عمارته ومضبط الأمور ومزين المكان لا والله جاء ذاك اليوم وقام يدور قرض مشو قريشات مشولة سألها قالت ما أدري عن شيء ما أدري عن شيء جاء في ذا الليل مرة وجلسها وعين من الله خير عند أبوها طيب الخاطر قام جاء بعد يومين ثلاثة أيام لا والله البنت تصيح أختك المعرس إيش فيك قالت في زماط عندي ما شفته وشو؟ زماط ربط زماط ربط الصدر إيش؟ يسمونها زماط عندنا سوارة ايه سوارة ايوه يسمونها سوارة هي سوارة قلادة السوارة السوارة قلادة وسوارة الله يحفظ كنت واحد قلادة زماط احنا نقول زماط السنين الماضية احنا نقول زماط سميها زماط انت تراثي اصلا تراثي الله يحفظك هي شوح سمينا زماط سوارة وبنجرة زماط يعني اجمل شوي اي سم زماط الحلج المهم سأله ويمين يسار من اللي جاء قال ما جات إلا فلانة يومين ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام البنت تروح مع الزوج وتجي مع الزوج لا إله إلا الله يوم يجي يسوي لك اليوم لا والله عندهم عزيمة اشتكوا عند الأبو أبوه متخابر عند عمارات تاجر متخابر تجار عندهم مكتب داخل البيت وسعة سدر أغراضه وأشياء لا والله جات المرأة قالت والله أنا عندي شيء مفقود ولا أدري شنو سوارة معاذن زينة وكل يسألون ذا البنت وذا البنت تقول ما عندي شيء ولا هي يلا اي اذا انه بريها بريها معنا دقيقه ونص دقيقه واحده بس ما بخلص طال عمرك لبيه لبيه بس عشان لا لا ما ماني ممدد خلاص نهون عصر وما ما لا استعن بالله استعن بالله يا ابو سيف اشغلني لا اتق الله في نفسك يا اخي المهم يا ابو الرجال شرى لنا الكاميرات اللي يحطونها في البيوت لا حول ولا قوة إلا بالله صادق جاء في المكتب ويحط الكاميرات في مكتبه ولا بينها ادخل وسوى عزيمة ذيك اليوم يوم سوى العزيمة لا والله حط له تقريبا حول 2000-3000 ريال محطوطين على الطاولة وناسيها كنا ناسيها دخلت الأوادم دخلوا البنات دخلوا ذا وساعوا السدر وسولفوا وذا شيلت البليسات شيلت البليسات يوم شيلت البليسات طال عمرك ولا والله معروف اللي في الكاميرا ضايع دورهم يمين يسار ما لقاهم وين الفلوس وين ذا سأل المرأة سأل ذا انت بخذي قالت والله قام ودق الكمبيوتر ونزل طال عمرك البرنامج يوم نزل البرنامج ده والله فلانة فلانة هي اللي تشيل قال الزوج يجيب لي
امرتك جابها يعني السلام عليكم السلام شلونكم عساكم طيبين عساكم بخير. قال انت شلت شيء ولا شيء من هنا ولا ذا؟ قالت ابدا اكيد بريئه ابدا ما شلت شيء. قال لا تحلفين لا تحلفين بس تعالي منه من جهه المكتب دق الزر ويطلع طال عمرك. قالت مفبركة شيء كامله شلا والله يا معونات قامت تحمل ايش فيك ما فيك ذاك وذيك. قالت كل اللي انا سويته كل اللي العيال فلوس زوجي وسوالف بنتك ومعاضد زوجتك واشياك وفلوسك ترى كلها موجوده لكن والله ما عملت ذا الحكي الا عند امي مريضه وبسوي لها عمليه ومستحيت ان اقول لك. قال تسوينا بفلوس حرام ما يصير يا بنتي ما يصير تسوينا بفلوس حرام. نعم ما يصير هذا العجز عجيب مرض حرام كان قلت واحنا حاضرين زي. قالت ابد الفلوس هذه اجيبها لك ولا اعاهدك اني ما اسوي ذا الحكي ولا اسوي ذا الكلام. يوم المراه ضبطت ابشرك عودت وعالج المرأة أمها الحمد لله وسلمت. أسأل الله جل وعلا يشفي مرضانا. وهذا تعليقا طال عمرك على اليد الخفيفة. لو باليد الخفيفة الاتهام أحيانا قد يكون المجرم خفي فنتهم بعضهم يتهم خادمته ويتضح بعدين أنها بريئة مسكينة وقد سافرت. من اللي بيحكم؟ ثانيا التفتيش، التفتيش وراء الزوج ما يجوز، تفتيش الزوج وراء الزوجة ما يجوز لأن هذا من التجسس.